تحسب الدبلوماسي. محمود عباس أبو مازن حفظه الله. ربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك أحيي فخامة الرئيس محمود عباس وأشهد عليه العالم أختم كلمتي بقوله أحيي هذا الطفل على صراخه. وباسمكم وباسم أخي العربي والعربي لقضيتنا الفلسطينية العادلة. وأغتنم الفرصة بهذه المناسبة لأعبر عن سعادتي الغامرة على النكهة الخاصة التي تمنحها فلسطين رئاسة وحكومة وشعبا لكل مظاهر الاحتفالات الوطنية المغربية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو رياضية. وهذا يدل على متانة العلاقة الأخوية المغربية الفلسطينية الضاربة في أعماق التاريخ والقائمة على الحرية ومقاومة الاحتلال وصون الوحدة السياسية والترابية لكلا البلدين الشقيقين. باسم إخواني مجلس الوزراء أتقدم إلى أهلنا وشعبنا في المغرب العربي الصديق الشقيق في هذا اليوم المتميز من تاريخه، متمنين الصحة والعافية لجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي دوام التقدم والازدهار، ونريد أن نرى كما دائماً العلاقة الفلسطينية المغربية مثل ما هي كانت متينة ومتواصلة. نقدر عالياً ما أكد عليه جلالة الملك في كلمته أمس، حيث أكد موقف المغرب الراسخ تجاه عدالة القضية الفلسطينية ودعم المغرب لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. بنحتفل بعيد جلوس العرش 24 لمملكة المغرب الشقيقة، والحقيقة طبعاً إن العلاقات المغربية الفلسطينية هي بتحكم الحفل اليوم، وواضح طبعا مستوى الحضور الرفيع، مدى ارتباط دولة فلسطين شعبا وحكومة مع المملكة ومع فخامة الملك. وإن شاء الله نحتفل دوما في رام الله وبقية الدول العربية والوطن العربي بحفل جلوس العرش. يعني هو يوم الجلوس يوم العرش هي مناسبة سعيدة ومناسبة لأن نقول للمملكة المغربية شكراً على تعاطفهم مع الشعب الفلسطيني، شكراً على دعمهم المستمر، وخاصة جلالة الملك الذي يرعى لجنة القدس ويترأسها طبعاً. ونحن سعيدين جداً بهذه المناسبة المملكة المغربية بهذه المناسبة التي نعتز فيها في فلسطين بالذكرى 24 على العرش لجلالة الملك محمد السادس، ونستذكر دعمه للقدس والمسجد الأقصى المبارك من خلال بيت مال القدس الشريف ورئاسته لجنة القدس في منظمة التعاون الإسلامي، ونقول أدام الله المغرب
ملكا وحكومة وشعبا، وإن شاء الله يأتينا إلى القدس محررة من هذا الاحتلال.